الأسعار حلوة متناولة طبعا يعني 85 كده، ويعني الحمد لله الدنيا بسيطة شوية على قد يعني الناس تعبانة برضه والحمد لله. الفسيخ بكام؟ الفسيخ بيبدأ من 180 و200 و250. جات قد ايه النهاردة كده يعني علشان احنا في رمضان يعني؟ لا عشان احنا في رمضان كده لسه. متوقع بكرة ان شاء الله؟ بإذن الله. الدنيا برضه شغالة برضه مع الإقبال مع المسلمين، مع اخواتنا المسلمين يعني. من نبروت عرضه ومسارعه نبروت والحمد لله سلام عليكم. I don't know.